أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من البرنامج العلاقات الجزائية القطرية مقتضيات الراهن وعتاب الإخوة هو موضوع نقاش في هذه الحلقة. أستاذ الأخضر ربحي، كنت قبل أن نتوقف عند الفاصل سألتك عن موقع قطر في كتلة خارجية تتأثر كثيرا بعوامل خارجية، هل يمكن أن يضيف قوة للموقف الجزائري بخصوص ما سمي بصفقة القرن؟ دعني أضيف أخي سعيد قبل أن أجيب على السؤال أنه أحد الإشكالات لمعرقلة العلاقات العربية وإعادة الدفء للعلاقات العربية منذ يعني خروج الاستعمار من ديار العرب والمسلمين هي استمرار كثير من الأنظمة الشمولية أو الاستبدادية، أحيانا حكمت المنطقة باسم الاستبداد الديني أو باسم الاستبداد الحداثي في تجربة تونس مثلا مع بورقيبة سابقا. عندنا أزمة كبيرة بنيوية في النظام العربي نحتاج لمعالجتها، لأن الديمقراطية أحد الوسائل المساعدة على تقريب الشعوب. عندما يكون الاختيار الأول للشعوب الأنظمة السياسية ستكون تعبير طبيعي عن الشعوب وسيكون اللقاء أسهل وأيسر. صحيح. ومع ذلك مرحلة المرور إلى هذا النظام هي هذه المرحلة نتعامل معها بواقعية، كما هي جمهوريات ومملكات وإمارات وجمهوريات ليس لها من الديمقراطية إلا الواجهة، مع ذلك نتعامل مع الواقع كما هو. نريد علاقات طبيعية بين الأنظمة العربية، علاقات تتبادل فيها المصالح والمنافع، لأن فكرة الأنفة والرجولة في العلاقات الدولية فكرة تجاوزها الزمن. صحيح. يعني فكرة أنك ترفع صوتك فقط وتتحدث بالرجولة تجاوزها الوقت. نحن نريد الآن علاقات جديدة واعية لمصلحة الشعوب تقوم على البراغماتية مثلا؟ تقوم على البراغماتية نعم، المصالح والمنافع المتبادلة. نعم. بيننا، أنا أتبادل مصالح مع قطر وإن كان عندي عليها تحفظات، أتبادل المصالح مع السعودية وتمثيل العلاقات وإن كان عندي عليها تحفظات، أتبادل مع العلاقة مع مصر وإن كان عندي حولها، هذه السياسة. ما عدا إسرائيل. ما عدا إسرائيل التي هي خط أحمر لا يمكن أن نطبع. نعم. معها وإن طبع العرب كلهم. هذه سياسة الجزائر. في اعتقادي أن أحد وجهات النظر المتقاربة والمتطابقة بين قطر والجزائر هي موضوع فلسطين. صحيح. ومن هنا تتقارب وجهات نظرنا، رأينا في بيانات الموقف الجزائري والقطري. لذلك سألتك تحديدا عن صفقة القرن. نعم، نحن ندرك أن المنطقة الخليجية، ولا تنسى أن بعض الدول الخليجية حتى نقول صراحة هي دول وظيفية. صحيح. لأن الدول التي تملك مساحة 11,000 كيلومتر بمساحة مرتي البوليدة ولا لا تملك قدرة يعني بشرية ولا جغرافية كبيرة، ولكن تملك ثروات هائلة، تملك ثروات هائلة تؤثر على السياسات. صحيح. تؤثر. صحيح. على أوضاع البلدان. لا تنسى أن استثمارات مثلا دولة كقطر خارجية تصل إلى حسب التقرير الأمريكي إلى 400 مليار دولار، هذه أموال تحرك ضخمة. أموال ضخمة، أموال تساهم إما في السلم والاستقرار أو تساهم في التوتر. ولذلك نحن نريد. صحيح. توجيه العلاقات نحو الخير. صحيح. نحو البناء الداخلي، نستفيد من الخير الموجود في كل علاقاتنا العربية. أعتقد هذا التطابق بيننا وبين قطر في موضوع فلسطين نثمنه ونستغله، وأعتقد أن يعني رأيي في موضوع قطر، قطر دولة مؤثرة في الخليج، رأينا الحصار ألف يوم ورأينا تبعاته ورأينا العلاقات الأمريكية، رأينا العالم وتبعنا قطر مؤثر. صحيح. مؤثر. والجزائر ليست فقط تبحث عن قطر، تبحث عن السعودية، تبحث عن قطر، عن الإمارات، عن كل الدول، وهذه السياسة. أنا أعتقد أن أي موقف داعم للسياسة الخارجية الجزائرية سيكون مفيد، سواء فيما يتعلق بفلسطين. بالنسبة لفلسطين أعتقد أن في خصوصية نريد موقف عربي واحد قوي، ولكن في موضوع ليبيا أي موقف داعم للسياسة الجزائرية مفيد لأمننا. نعم. القومي. لذلك قطر تتطابق أو تقترب، أقول تقترب مؤخرا في الشهور لمن تابع السياسة القطرية الأخيرة، قللت ما كانت تفعله من قبل منذ 6 أشهر أو أكثر قللت. نحن نريد هذا الاستثمار في هذه العلاقة، نريد أن تعود قطر إلى الوضع الطبيعي في الموقف مع ليبيا ويتطابق وجهة نظرنا وتكون قطر داعمة للسياسة الجزائرية. نعم. لأن الجزائر تتقاسم حدود طبيعية مع ليبيا، كما هو الحال تركيا مع سوريا، لأن البلد عندما يتقاسم الحدود مع أي بلد التوتر الذي يقع في بلد يشكل خطورة على أمنه. نعم. ينعكس مباشرة، ليس خطورة على حدوده. صحيح. نفس السياسة الخارجية تكلموا خطورة على أمنه القومي، عمق استراتيجي. يعني عمق استراتيجي، ولذلك ليبيا هي عمقنا، أمنها أمننا، وقطر ستتفهم هذه المسألة وستتعاون مع الجزائر. أعتقد أن هذا التقارب سوف يقوى كذلك مع السعودية ومع بعض الدول التي. طيب. في الأخير. نعم. ستعترف أن الحل ينبغي أن تنحاز إلى موقف الجزائر، لأنه موقف
مبدئي، موقف مصلحي، موقف يراعي المبادئ الأساسية اللي قامت عليها السياسات العامة المقبولة عالميا، وهي أن الشعوب هي من تقرر مصيرها. صح. وهي من تختار حكامها، ولا حل إلا الحوار ولا علاقة. اسمح لي أخي سعيد فضل فقط فضل. أنه بعض الإنكار الذي يقع من بعض السياسيين عندنا لا ينبغي أن يكون مبعثه الإيديولوجيا، مثل إذا رأى الدول العربية تتدخل يستنكر، لكن إذا رأى روسيا وأمريكا وتركيا يقبل. يقبل. يكون موقف مبدئي أنه نرفض، وهذه سياسة الجزائر، نرفض التدخل الدول وتحويل أوطاننا إلى مساحات صراع. نعم. هذا الذي نرفضه. ولكن أستاذ الأخضر، إذا كان صحيح هنا فقط يعني الإيديولوجيا، الموقف الإيديولوجي أو البعد الإيديولوجي كان إلى حد ما مؤثرا في كثير من الدول العربية خلال سنوات ماضية. ربما هذا هو الذي انعكس على العلاقات العربية العربية. صحيح. لا نعم. طيب لا بس هو الفكرة اللي حاب يوصلها الأخضر. نعم. يعني الدول العربية لما تتدخل فيما بينها مرفوض، نعم هذا مبدئيا. صحيح. لكن لما تتدخل دول أجنبية كالبعض يرحب. صحيح. حبب الدول. نعم. الفرنسي. نعم. والإيطالي والروسي والأمريكي، ولكن عندما يتحرك الدائرة العربية مرفوض. طيب أستاذ رياض، يعني في نفس السياق الذي كنا نتحدث فيه ودائما حول موضوع التأثير القطري، كما كان يتحدث أستاذ الخضر قال أن هناك وجهات نظر متطابقة بين الجزائر وقطر في بخصوص الملف الفلسطيني بصفة عامة، لكن هذه المرة نمضي قدما نحو الغرب إلى الملف الليبي على وجه التحديد. هل تحتاج الجزائر، هنا سؤال على وجه التحديد، هل تحتاج الجزائر لموقف قطري ملموس مادي، أم يكفيها أن قطر تكتفي بعدم التشويش الإعلامي فقط كما تعودنا عليه؟ لا، هو التدخل، يعني الموقف يجب أن يكون يوازي حجم التدخل. التدخل القطري لم يكن تدخلا إعلاميا فقط، وإنما كان تدخل بالمال، بالسلاح، بالاستخبارات، بفرق، بتدعيم يعني طرف على طرف، بترجيح الكفة لميليشيات معينة. هذه حتى التقارير الدولية اللي ترصد، مراكز البحث الدولية اللي ترصد الحالة الليبية تتحدث على هذا بشيء من التفاصيل يعني. نعم. ولهذا أقول أن الجزائر اليوم اللي أخذت الملف الليبي بعد يعني الانتكاسة إن صح التعبير اللي عرفتها الدبلوماسية الجزائرية بسبب النظام السابق، نظن أنه الجزائر اليوم اللي أخذت الملف الليبي كأولوية تحتاج من قطر إلى وقف كل الأعمال من صحة تعبير تخريبية في ليبيا، بعدين تحتاج إلى موقف سياسي داعم للقضية اللي هي قضية الحوار بين الليبيين. هذا من جهة. من جهة تانية، إذا كان نتحدث على التشويش الإعلامي، أنا ما سميه تشويش، وإنما هو تدخل، مفتاح العمل الدبلوماسي في قطر. يعني احنا نتكلمه مع احترامنا لكل الدول، يعني قطر أداتها الدبلوماسية هي الجزيرة، يعني خلينا باش ما نقولوش شيء آخر، وإنما نقولوا أن الجزيرة كانت وستبقى ربما في على الأقل ربما في أقوى أداة دبلوماسية في الدبلوماسية في القطريين. وبالتالي نعم. نظن أنه أيضا تسهيل الحوار بين الليبيين يتوقف أيضا على وقف يعني هذه المشدات والمناكفات الإعلامية والانتقال إلى ما يسمى يعني توقيف على الأقل ما يسمى بصحافة المواطن. هز واحد أعطي له التليفون وخليه يحكي على مشاهد ربما في بعض الأحيان نقدر نقوله أنها مفبركة صح التعبير. صحيح. وبالتالي هذا لاحظناها. نظن أن الجزائر تحتاج من كل الأطراف العربية وعلى رأسهم قطر، كل الأطراف العربية التي تورطت في الملف الليبي، أن تتوقف عن هذه التدخلات يعني السافرة في حق جار وفي حق صديق وفي حق أخ اللي هم الليبيين، أن تتوقف هذه الأطراف العربية عن اللعبة القادرة التي تقوم بها بالمال وبالسلاح وبالاستخبارات وبالاستقوى بأطراف أجنبية. بعدين نحن بحاجة إلى نقاش سياسي هادي حتى نتمكن من إعادة بناء ليبيا وإعادة بناء سوريا وإعادة بناء كل الأطراف العربية التي حطمت بأيدي عربية. نعم. طيب دكتور علي ربيش، دائما في نفس السياق حتى تتضح الفكرة والرؤية أكثر، ودائما في ملف السياسة الخارجية واضح أن ملف الأزمة الليبية الذي انخرطت فيه الجزائر بقوة وبعمق يغطي على كثير من الملفات في ظل مزاحمة مغربية فرنسية إن شئت، وأيضا خارجية تحاول أن تخطف هذا الدور الريادي من الجزائر. سؤالي هنا دكتور علي ربيج على وجه التحديد، في حال حصول الجزائر على دعم الدوحة لمبادرتها، ماذا يمكن أن يتغير؟
لا، وشوف خلينا نكون واضحين في هذه المسألة. الجزائر دور تاعها في ليبيا، نحن نتمنى أن يكون دور كبير، بمعنى أنها تستضيف قمة بين الأطراف المتحاربة في الجزائر، أنها تعمل وتحرك كل تجربتها في التجارب الماضية في دور كدور وسيط. ولكن ما يلزمش نطيحوا في أنه نروحوا في الأساس أنه المهمة هذه هي سهلة. لا، ما هي سهلة. ربما واحد من الأشياء التي تسهل هذا الأمر هي أن تتفهم الأطراف التي تدعم الأطراف المتصارعة بدور الجزائر، بأنها تقبل هذا الدور الجزائري. نعم. وتقبل الجزائر كطرف وسيط. قطر هي الآن معروف على أنها تقف إلى جانب طرف ضد طرف آخر، وهو حكومة سراج وما يسمى بحكومة الوفاق. إلى جانب تركيا هي كذلك تلعب هذا الدور إلى جانب قطر في مسألة دعم حكومة السراج. لكن في المقابل نحن كذلك بحاجة إلى موقف من الإمارات والسعودية ومصر بإقناع حفتر بأن الجزائر تلعب هذا الدور. نقول بأنه غياب الجزائر هذه المدة تقريبا من 2013 أو 14 عن الأزمة الليبية، هذه المساحة وهذا الفراغ وهذا الوقت خلى أطراف أخرى تستثمر في الأزمة الليبية ودعمت الأزمة الليبية وخلت الأزمة الليبية تستمر. ما هي حظوظ الجزائر في النجاح في مسألة التوفيق بين الإخوة؟ الحظوظ هي هل الليبيين في نفسهم، انتبه سعيد، مقتنعين بأنه يجب أن يتوقفوا عن الحرب. خليني نقول لك واحد من بين الإشكاليات التي يمكن أن تعيق الطرف الجزائري أو الطرف أي طرف آخر في لعب دور الوسيط، هو أن حتى الإخوة الليبيين داخل الليبيين مش مقتنعين بالحوار، بدليل أنه اليوم واحد يعتمد على القوة العسكرية وهو حفتر من حل وأمر وفرض أمر واقع، وثاني شيء هو أن حكومة أخرى معترف بها دولة تقول أن عندي الأحقية في أن نبقى ونستمر في الحكم في ليبيا. وهذا نعم. إشكال كبير، لأنه سيسقط من حسابات الطرفين على مبدأ واحد مهم هو في التفاوض، هو مسألة التنازل. نعم. إذا الطرفين رافضين أنهم يتنازلوا راح يصعبوا من مهمة الوسيط. لكن رغم كل هذا، أنا نظر هذه التحركات الدبلوماسية الجزائرية راهي الآن تذهب لعناوين صحيحة. لما الجزائر تزور حفتر من خلال وزير الخارجية وثم تزور حكومة الوفاق، لما الجزائر تستقبل اليوم الأمير تميم وهو معني بشكل مباشر بالأزمة الليبية، ولما الجزائر والرئيس يزور غدا السعودية، هنا الآن تروح الأطراف المباشرة. نعم. وهنا نقول كلام وهو أنه الجزائر في الأزمة الليبية ما يلزمش تحشم، ما يلزمش تحشم وما يلزمش تخشى لومة لائم أي كان. بالنسبة لنا الأزمة الليبية هي واحدة من متطلبات الأمن القومي الجزائري، وستقول الجزائر وقالت الجزائر في كل المناسبات لكل هذه الأطراف بأن سياستكم في ليبيا خاطئة. هل أنتم مستعدين الآن أنكم تراجعوا حساباتكم وتعطوا الإمكانية لفرص السلم والحوار؟ نعم ولا. نظن بعد هذه الزيارة راح يتبلور بالنسبة للجزائر موقف، ومن خلال هذا الموقف ومن خلال هذه المحادثات. نعم. والتشاور مع هذه الأطراف، نأكد لك في الأسبوع القادم وخاصة بعد استضافة القمة العربية في الجزائر، سيكون هنالك سيناريو جديد سيتبلور من خلال إعادة ربما رياض يقول لك احنا البيت العربي. نعم، وباش ما نكونوش أصحاب أحلام وردية، نعم الأمر صعب جدا، لكن رياض ما عدناش إمكانية أخرى، ما عدناش بديل آخر. يا نرجع للمجال الجغرافي والتاريخي والحضاري تاعنا اللي من خلاله ننطلق، وإلا سنستمر في الاستثمار في الروسي وفي الأمريكي وفي الفرنسي. في قضية يعني تفضل يعني على قضية نعم. ما يسمى بالبيت العربي، وهذا الشيء اللي تربينا عليه يعني كخطاب عربي أنه لحمة واحدة، بدليل أنه يعني التقارب اللغوي والديني والجغرافي أكيد، ولكن اليوم بسبب السياسات الأنظمة السياسية طبعا، ولكن اليوم العودة إلى البيت العربي لن يكون إلا بإصلاح سياسي شامل. صحيح. للأنظمة العربية. صحيح. هذه الأنظمة العربية أولا ابتعدت على شعوبها. صحيح. هذه الأنظمة العربية تتصرف كمجموعات مفصولة عن إرادة الشعوب. شعوب. هذه ممتاز. المجموعات يعني مجموعات الحكم الآن ارتبطت بالخارج أكثر منها وبالداخل. صحيح. صحيح. كل هذه العوامل يعني مع أكثر من ذلك مع رفضها لأي تطلع ديمقراطي أو تداول سلمي على تداول سلمي، كل هذه المعطيات تجعل من إعادة بناء البيت صعب. العربي على صعب. أسس حقيقية وموضوعية صعب النوع. ولهذا نعم. اسمح لي سعيد، ولهذا أنا أعتقد فيما يتعلق، أنا درت رسالة الدكتوراه تاعي في العلاقات العربية العربية، طبيعة العلاقة ونمط طبعا. التفاعل. واحدة من الأشياء اللي وصلت لها هي أننا
فشلنا في التعويل على الأنظمة السياسية، خلونا نعول على النخب المثقفة والأكاديمية والشعوب، لأنه الاتحاد الأوروبي اليوم، الاتحاد الأوروبي هو في الحقيقة هو سياسة، ليس سياسة حكومية فقط ولكن هي سياسة إرادة شعوب. اليوم البريكزيت لما خرجت بريطانيا كانت فيه انتفاضة وفيه انعكاسات مباشرة على المواطن البريطاني اللي ضغط باش يدير الاستفتاء مرة ثانية. وش يدل هذا؟ يدل أن اليوم أصبحت الشعوب في أوروبا مقتنعة وتؤمن عقيدة أن هذا الاتحاد، النخب التي تتحدث عنها في العالم العربي، نعم النخب العربية التي تتحدث عنها، ألا يمكن أن نسمي الصورة السياسية الحاكمة بنخب سياسية؟ لا هذه نخب حاكمة. نعم أنا نتكلم عن النخب المثقفة، النخب الأكاديمية، النخب اللي تعيش في وسط الشعب ولكن تحلم مثل ما يحلم. ولكن حتى هذا شيء صعب جدا. يعني احنا نعطيه المثال تاع المغرب العربي لما يعني فتحت الموضوع. المغرب العربي قلنا أنه يعني فشلنا من حيث كأنظمة في بناء مغرب عربي ومغرب الشعوب، حتى لكن ايضا فشلنا في مغرب الشعوب لما تصبح الحدود يعني مراقبه او مغلقه، ولما تصبح ايضا يعني الدوله شقيقه تفرض عليك يعني تاشيره وتفرض عليك شيء، يعني تصبح انت كنخبه غير قادر تتفاعل مع محيطك. المؤامره العربيه، وبالتالي رياض يعني جزء من المؤامره العربيه سواء التي تحاكي الدخل او تحاكي الحكومه العربيه. طبعا انا اظن انه باش توصل إلى ما وصل إليه الاتحاد الأوروبي لازم تمشي إلى دولة المواطنة، ودولة المواطنة هي الدولة الوحيدة اللي تخلي الشعوب تكون فاعلة في صناعة القرار السياسي. صحيح، تبدأ بالإصلاح السياسي وتفرض على المسؤول أو الحاكم يعني تجسيد هذه الخيارات وليس التعامل معها. حتى لا نخرج عن الموضوع ونبقى دائما في إطار العلاقات الجزائرية القطرية، كنا نتحدث عن الشق الإعلامي حتى نبقى في هذا السياق، وأبقى معك لأنك إعلامي ومتابع للمشهد الإعلامي العربي بصفة عامة. الجزائر إن كنت تتفق معي يعني كانت في مراحل عديدة سابقة عرضة لحملات إعلام تشويهية من قطر وأخرى ربما بتمويل جهات خارجية متحاملة لزعزعة الاستقرار الجزائري الداخلي. هذا أمر واقع. لا هذا هو أنا إحنا نتكلموا لما الحملات الإعلامية اللي طالت الجزائر وطالت البلدان العربية اللي لا نتكلم عن الجزائر يعني أنا هو نعم. في الحقيقة لم تكن استثناء. نعم. يا لما هذه الحملات الإعلامية لم تكن يعني مفصولة عن مخطط سياسي. هذا المخطط السياسي استعمل أحيانا لشيئين، إما للضغط أو للتفتيت. يعني حسب المخطط أو حسب درجات المخطط السياسي اللي نعم. كان مرسوم لتلك لهذا البلد أو ذاك. وبالتالي الجزائر أيضا كان دائما يعني مش ممكن اليوم بعض إخواننا العرب إنه يقبلوا الجزائر تبقى بالوضع اللي كانت عليه. لأنه هذه حقيقة أيضا كانوا دائما يراهنون على سقوط يعني أو اقتتال الجزائريين فيما بينتهم، كانوا أيضا لأنه هذه الأطراف اللي كانت يعني أداة في يد قوى أجنبية واستعملت في سوريا واستعملت نعم. في اليمن واستعملت في حتى في تونس يعني بطريقة أو بأخرى وربما بأقل حدة، واستعملت في ليبيا واستعملت أيضا في الجزائر. نعم. وبالتالي كانت أدواتها السياسية وأدواتها الإعلامية وأدواتها الدبلوماسية وأدواتها المالية في محاولة لزعزعة استقرار نعم. الجزائر. هنا ربما أستاذ الأخضر يعني لعله من المفيد جدا أن نذكر في سياق الحديث الذي تفضل به الأستاذ رياض بالدور الذي لعبته قناة قطرية حتى لا نسمي القناة ضمن سلسلة تحقيقات استهدفت عزوف الاستثمار العربي والأجنبي، وقدمت الجزائر في مرحلة من المراحل كمنتج ومصدر للإرهاب ربما بصورة أبشع من تلك الصورة التي قدمت عليها أفغانستان. دعني أضيف أولا أنه يعني من بين الأمور التي ينبغي أن نراجعها ونتجاوزها هي فكرة أننا نغطي بعض عيوبنا الذاتية بفكرة المؤامرات. نعم. لأنه الشعوب عندما تنتفض في الأوضاع الداخلية على كثير من الحقوق، وفي الجزائر مؤخرا رأينا الحراك اللي سماها الرئيس في تعبير رسمي الحراك المبارك ودلوا يوم يعني تمجيد له، لولا هذه الظروف ربما اعتبر الحراك في سياق معين أنه مؤامرة على أمن الجزائر واستقرار يعني. الحركة ربما ظاهرة استثنائية، ليس ظاهرة استثنائية، ظاهرة تتكرر في الشعوب. نحن نحتاج إلى فهم مسارات الشعوب جيدا، نحتاج إلى القناعة بمسارات الشعوب. أنا سعيد في الجزائر عندما تطابق الموقف الرسمي مع الشعبي، هذا الذي ينبغي أن يقع في المنطقة العربية. صحيح. أنها تفهم شعوبها،
تتطابق مع موقف شعوبها، عند ذلك سيقع الخير. لا أحد يهدد الآخر، لا أحد يريد استئصال الآخر، نريد ولا إقصاء الآخر، نريد النفع لوطننا، وهذا هو، نريد النفع لبلدنا، لأننا ندرك أن النظام السياسي إذا قام على أسس سينتفع الجميع، ليس الجيل فقط، هذا الأجيال القادمة. أوروبا ما خرجت من مأزقها ومن حروب 100 سنة وثلاثين سنة وحروب الداخلية إلا بحل، بحل إيه، بهذه المراجعة للذات. نحن نحتاج إلى هذه المراجعة للذات، لأن ما نعانيه هو أمراض داخلية، جزء منها داخلي كبير عميق، نحن نحتاج تجاوزه. نفرح لكل تفهم لهذه العلة، وما حدث مع الحراك في الجزائر نحن سعداء لتفهم هذه العلة، علة نحتاج إلى معالجته. والترتيبات التي ترتبت في الجزائر من تعديل الدستور وما ينتظر من قوانين تدخل فيها الغد، نريد إصلاحات حقيقية واعدة نخرج من الأزمة، وأي إصلاحات واعدة أنا متأكد على يقين أننا سنخطو خطوة صحيحة نحو الحل. أعتقد أخي سعيد في الحل الخليج عندما وقع في مشكل مع قطر، كنتم تتابعون أنه من بين الشروط التي اشترطها على الجزيرة. وفي الحقيقة يعني أنا لا أريد المحاكمة القناة، ولا يعني يحتاج أي إعلامي يدرسها ما لها إيجابية. هم زملاء قبل كل شيء. نعم. نعم. لكننا أريد حتى العنوان تاعنا إحنا قلنا عتاب الإخوة. نعم. عنوان الحلقة عتاب الإخوة. لا أريد أن نكون واقعيين في الموضوع. نعم. في لماذا المفروض، لماذا كان الجزائريون في سنة 96 وأكثر عندهم ارتباط كثير بأخبار الجزيرة؟ هنا السؤال يحيلك على الحل. مش فقط في الجزائر. المشهد العربي. أنا تكلمت على. اخترقت المشهد العربي. لماذا كان الجزائريون مرتبطون جدا بقناة الجزيرة؟ لا يمكن أن ننكر المهنية. مصداقية. لا يمكن أن ننكر مصداقية الخبر. صحيح. أكيد كل قناة وراءها أجندات معينة. أكيد. لكن المهارة التي سيرت بها قناة الجزيرة لا يمكن إنكارها. صحيح. أنت سيطرت على عقلية الرجل العربي، سيطرت على المثقف العربي، سيطرت وكانت لها الأولوية بشهادة القنوات الأمريكية والقنوات الأوروبية واعتراف عربي ودولي بأنها فعلا احتلت موقع الصدارة. نحن نريد هذا العتاب الذي ذكرته، ونعاتب بعضنا أن نقلل مما يسبب الأحزان والتوتر والألام لأوطاننا. نريد أن تتجه هذه القنوات إلى بناء هذه الرؤية التي نبحث عنها جميعا. نعم. وهي بناء نظام سياسي عربي جديد. نعم. أقول نظام سياسي عربي جديد يقوم على إرادة الشعوب وعلى اختيار الشعوب وعلى مراقبة الشعوب وعلى محاسبة الشعوب. قد يطول الزمن، قد نتعثر في المسار الأول، لكن متيقنون أنه لا مخرج لنا إلا في هذا الاتجاه. لذلك العتاب عندما يأتي من الجزائر إلى قطر في هذه الجزئية عتاب مقبول، أو يأتي نحو السعودية في موضوع آخر يتعلق بالجماعات المسلحة، ضروري ضروري أن نصارح. في الجامعة العربية أعتقد أن أحد المسؤولين الكبار في الجامعة العربية قال لهم ينبغي أن نصارح أنفسنا في هذه القاعة. نعم. والقذافي من النكت التي رويت عنه قال، على سبيل المثال فقط أستاذ، يعني حتى نتجاوز مصطلح العتاب، وحتى لا يفهم المشاهد الكريم أننا نتحامل على جهة إعلامية رغم أنهم زملاء كما قلنا. يعني ربما يعني من المفيد أن نذكر هنا بصور مشينة يعني سابقة في مراحل قريبة جدا يعني زمنيا، التاريخ يشهد ربما دكتور علي ربيج بتلك السقطة المشينة لهذه الجهات الإعلامية عندما بثت صورة مهينة للراية الجزائرية مرفوقة بتعليق صاخر من مراسل هذه القناة. أيضا إن كنت تتذكر دكتور علي ربيج قبيل رئاسيات ديسمبر الماضي بأيام ربما قليلة، لاحظ الجميع تركيز قناة الجزيرة على معارضين جزائريين مقيمين في قطر، مقيمين في فرنسا، مقيمين في شتى بقاع العالم، بريطانيا أيضا، أولا للتصعيد، ثانيا للعصيان المدني والإضراب الشامل في الجزائر، مع أن هذا النوع يعني من الإعلام يتنافى تماما مع أخلاقيات المهنة. وصل الحد إلى خروج قائد الأركان وقتها رحمة الله عليه قايد صلاح، خروجه عن صمته عندما توجه أنت تتذكر إلى وهران الناحية العسكرية الثانية وندد بهذه الأدوار المشينة والتي تدخل في إطار يعني سلبي للغاية. أكيد هو شوف الأخطاء موجودة
والسياسات موجودة والتوجهات موجودة ليس فقط في قناة الجزيرة بل في قنوات أخرى. قناة فرنس 24 مثلا وما قامت به قناة فرنس 24 سعيد هذه قنوات تابعة قناة فرنس 24 ربما محسوبة على فرنسا. فرنسا نعرف العداء التاريخي بين الجزائر وفرنسا ولكن لما تأتيك مثل هذه التصرفات من دولة شقيق عربية تقتسم معها الدم والدين مرفوض. نعم مرفوض طبعا مرفوض. والشيء اللي حدث وانا نخليني نذكر المشاهد انني كنت ضيف على قناة الجزيرة لمرتين ومشيت لقناة الجزيرة في عقر قناة الجزيرة تكلمت بكل حرية ودافعت على مقاربة أخرى قد تكون مختلفة وكنت ضيف في كثير من الحصص مع ناشطين معارضين كانوا معارضين. أنا أقول فكرة معارضة هي شيء مليح لكن أنا سمعت كلام معارض ما هوش معارض للنظام هو معارض لهذه الدولة وهذا نعم. هو الذي يؤلمنا لما شوف لوجود الدولة ليس للسلطة أنه معارض للدولة الجزائرية لأمنها ولاستقرارها هذا شيء خطير هذا هو الشيء الذي نردد به وليس المعارضة الإيجابية والمعارضة السلطة ولهذا أنا أعتقد شيء مشروع تماما نعم ولهذا نعم. أنا أعتقد أنه لما مشى مجموعة من المحللين أو الضيوف تكلمنا وإحنا تكلمنا من داخل الجزيرة ودافعنا عن الجزائر ودافعنا على تصورات لأنه في الأخير هذا الخلاف الجزائري خلوه جزائري علاش إحنا نروح نستقوي بالخارج مهما كان هذا الخارج. ولكن سعيد النقطة اللي ذكرني في قناة الجزيرة في 96 لما ظهرت قناة الجزيرة شوف الجزيرة اليوم هي الذراع القوي للسياسة الخارجية القطرية. سعيد الجزيرة القطر إمارات البحرين هذه دويلات صغيرة تريد حماية هي تشري حمايتها من عند الطرف الخارجي. تمنينا هذا اللي يصنع الحماية لهذه الدول هي اتفاقية الدفاع المشترك العربية موجودة في الجامعة العربية ولكنها مجمدة ما تم تفعيلها. نعم. فهي لما شافت المنظومة الأمنية العسكرية العربية فشلت استقوت هذه الدول بأطراف خارجية واحد مع روسيا واحد مع أمريكا واحد مع إيطاليا واحد مع فرنسا. اليوم أنا لما نتكلم على قناة الجزيرة الآن في 96 طرح نقاش قوي في الجامعة وأنا أتذكر هذا الأمر وقلناه وتكلمنا وانا مازال من الناس اللي يقول فيه واليوم يبدو انه فيه قرار سياسي اتجاه الى تشكيل او انشاء قنوات اخباريه جديده. يا سعيد احنا كجزائر في هذه المنطقه الم نقول في كل مره باننا بحاجه الى قناه اخباريه قويه تضاهي هذه القنوات وكان عندنا الامكانيات. الجزيره بدات ب 20 مليون دولار في 96 اليوم تسمى شبكه الجزيره. شبكه الجزيره تدخل للخزينة القطرية الملايير صح ولا لا ريال. نعم. شبكة بيان سبورت يعني مشروع بدأ بالاستثمار ثم عادت العائدات على الخزينة القطرية. العربية أليست هي قرار سياسي من طرف السعودية بأن تأتي هذه القناة لكي تواجه الجزيرة؟ السؤال اللي نطرحه هنا هل الآن نحن بحاجة إلى قناة إخبارية كبيرة عدنا 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 إمكانيات بشرية ومادية وهذا ما أعلن عنه وزير الاتصال الدكتور عمار بن حمر أمس على أمواج القناة الإذاعية الأولى قال أنه الآن نتجه نحو قناة دولية قناة تمثل على الأقل نعم. مغاربية نعم. نغطي هذه المنطقة ونغطي جزء طيب من أفريقيا حتى لا يصبح حديثنا عن قناة الجزيرة لأننا نتحدث عن علاقات دولة بدولة يعني. نحكي عن الجزيرة نعم. نحكي لك على القناة اللي لازم تفتح في الجزائر نعم. في ظل منافسة قناة ميديا المغربية التي لم تنجح للأسف الشديد رأي لازم نقوله هذا الشيء هذه رأي فشلت وهذه في صالحنا. اليوم احنا عندنا فرصة باش أننا ننشئ قناة بطاقم بشري وبإمكانيات وبتصور وبسقف حريات مرتفع لأن الجزيرة فش فاتت هذه القنوات فاتت وكسبت هذه المصداقية لأنه سقف الحرية فيها في الداخل كان كبير لهذا هي اخترقت طيب المشهد نعم. الإعلامي الكلاسيكي. أستاذ رياض يعني بالحديث عن التحامل الإعلامي الذي ربما ذكرنا منه محطات كثيرة ونماذج كثيرة نبقى في نفس السياق ولكن الآن نخرج عن سياق سياسي إلى سياق رياضي إن صح التعبير. الجزائر يمكن أن تكون حليفا قويا لقطر. خذ لك مثلا ملف فوز قطر باحتضان منافسة كأس العالم 2022 تقريبا كل الدول العربية إن تابعت كانت ضد هذا المسعى إلا الجزائر دعمت قطر بالتصويت ودعمتها أيضا بالدعاية الإعلامية من خلال ظهور أو وجوه إعلامية وجوه رياضية جزائرية عالمية نذكر منهم زياني نذكر منهم زيدان نذكر منهم أسماء كثيرة يعني لدعم قطر في هذا المسعى. قبل تعليقك على الموضوع هذا نتوقف عند فاصل إشاري ثم نعود لنواصل النقاش.
السعادة هي أنك تخرج مع فاميلتك وتحوس معاهم مئات الكيلومترات، لكن ما تنساش أنك قادر تستعمل إفخان جورجانس في أي لحظة، وكي تلحق هذه اللحظة راح تكون بزاف فرحان بسيارتك المجهزة بلي بلاكيت دو فخان بي اف سي، مصنوعين بجودة وبتكنولوجيا ألمانية. لي بلاكيت دو فخان بي اف سي يضمنوا لك يون دوغي دو في طويلة اللي تخليك حتى تنسى النهار اللي ركبتهم فيه. وزيد، بي اف سي تهديكم ضمان 12 شهر أو 20,000 كيلومتر. بي اف سي بريميوم بريكس. قل يا فتاة به نبدا نهاري كل صباح أنصب مرتاح ما تهز رياح. شكون هذا؟ هيونداي أرسون كاميون صحيح يربد مليح سلعة ما تطيح. على من راك؟ هيونداي أرسون تتهلا فيه يتهلا فيك يخدم معك ديما مهني. شكون هذا شكون؟ هيونداي أرسون مع هيونداي أرسون راك رابح 100%. سيما موتورز الموزع الحصري لهيونداي ومصنع تي ام سي في الجزائر. ستضيء طريقك نجوم كثيرة وأنت تسير نحو الأفضل. علمتني أحد النجوم ستحس بأمن وراحة لا مثيل لهما. إنها لا كريتا فيس ليفت، تصميم جديد متوفر الآن عن سيما موتورز بمحركين بنزين وديزل.